وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الدكتور فؤاد محمد الأنصاري رئيس جامعة البحرين. أهلا بك في نشرة الأخبار، ولو تحدثنا عن استعدادات الجامعة لاستقبال الطلبة وبدء العام الدراسي الجديد. أهلا وسهلا فيكم، مساكم الله بالخير، مشكورين على هذه الاستضافة الجميلة. جامعة البحرين تعد للعام الدراسي القادم، استعدادنا قوي ما شاء الله من يعني العام الماضي وحنا نستعد. الاستعداد معمول على ثلاث مراحل، المرحلة طبعا الكبيرة هي العام القادم كامل، وبعدين عندنا الفترة ما تسبق دوام الطلبة، وبعدين عندنا الفترة اللي هي الأسبوعين الأوائل لدوام الطلبة. استعداداتنا لاستقبال العام الكامل الجديد هي طبعا الاستعدادات الروتينية اللي هي تخص بالصيانة المدنية وأعمال البستنة والنظافة والأمور هذه وترتيب الأجهزة، والاستعداد كذلك من ناحية تطوير البرامج اللي موجودة وتجديد العقود الخاصة فيها. أما بخصوص الموضوع الشأن الأكاديمي، فطبعا الجامعة راح تطرح ثلاث برامج جديدة، وطورت كذلك مجموعة من برامجها الحالية بحيث أنها تتناسب مع سوق العمل. برامجها الجديدة تتنوع من الدبلوم العالي إلى الماجستير، ومعمولة يعني مخصوص عشان تناسب جزئيات معينة في سوق العمل. شافت أنها يعني الجامعة ارتأت من خلال دراسة متأنية أن في حاجة لها. بخصوص الأسبوع الأول ما يسبق أو الأسبوع ما يسبق الدراسة، الجامعة السنة هذه نزلت فترة التهيئة بحلة جديدة تماما وخلتها تستمر لمدة 5 أيام عمل، وخلصنا منها أمس. وكانت فترة نشاط إيجابية جدا، جميع الطلبة الجدد حضروا إلى كلياتهم وحضروا إلى البرامج التعريفية وتعرفوا على جميع الأماكن اللي هم بيدرسون فيها والخدمات الموفرة لهم، بحيث نضمن إن شاء الله في تاريخ 17 يوم الأحد القادم أول ما يوصلون تكون عملية دراسية سلسة من غير أي تعقيدات إن شاء الله، ويكون كل شيء منظم ومرتب لهم إن شاء الله. نعم تفضلي. نعم دكتور، بإمكانك الإكمال، تفضل. إن شاء الله. بالنسبة بعد عن الأمور الجديدة، اليوم الأحد إن شاء الله راح نطلق البرنامج التدريبي الأول بالنسبة لنا، وهو تطبيق جديد لجامعة البحرين ينظم عملية يعني وصول الطلبة لأماكنهم المختلفة داخل الجامعة، ينظم عملية تسجيل الحضور والانصراف، الوصول لبرامجهم، التعرف على تطورهم في برامجهم من ناحية الإرشاد الأكاديمي، وهذه جزء من خطة الجامعة لرقمنة عملياتها بالكامل. وإن شاء الله راح يطلق البرنامج هذا يوم الأحد القادم التاريخ 17 إن شاء الله. بخصوص العملية الأكاديمية إن شاء الله، احنا عندنا مثل ما ذكرت سابقا مراجعة دائمة لبرامجنا، وهذه المراجعة دائما معمولة بحيث ان احنا نشوف مخرجاتنا ومدى استيعابهم في سوق العمل، وعلى ضوءها تتم المراجعة المستمرة لنا إن شاء الله. نعم تفضل دكتور. إن شاء الله. بخصوص التنوع البرامج، طبعا الجامعة فيها تقريبا 32,000 طالب، نحرص على ان احنا ننوعهم في برامج مختلفة. وصلنا الان الى مستوى ان احنا عندنا ما يقارب 140 برنامج متنوعين بين التسع كليات الأكاديمية الموجودة. وصلنا الى قدر كبير جدا من برامج الدراسات العليا، وهذا شيء احنا مرتضينا جدا، لان هذا يؤدي ان احنا نؤدي دورنا كجامعه بحثيه بطريقه كبيره. الان وصلت البرامج اللي هي في الدراسات العليا بين الماجستير والدكتوراه تقريبا هي تفوق عدد البرامج في المرحله الدراسيه الاولى. فجامعه البحرين الحمد لله احنا على استعداد كامل للعام القادم. طبعا عندنا استعدادات اخرى حق الاسبوعين الاول والثاني من وصول الطلبه، وهي عمليه تنظيميه كبيره تختلف عن باقي ايام العام نتيجه وصول عدد كبير من الطلاب الجدد اللي احنا اوريدي هيئناهم الاسبوع اللي فات، لكن بعد حريصين جدا على ان احنا ناخذ بعض المعايير اللي نضمن من خلالها سلاسه وصولهم الى اماكنهم، وكذلك انه يعني ينتظمون في دراستهم من اول يوم دراسي ان شاء الله. نعم جهود تشكرون عليها دكتور، كل التوفيق للطلبة والطالبات في العام الدراسي الجديد. الدكتور فؤاد محمد الأنصاري رئيس جامعة البحرين، شكرا جزيلا لك.